What a wonderful world. They're really saying I love you. What a wonderful world. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne YouTube L'Univers d'Elina. اليوم رايحة نعرفكم على أهم معلم أثري في ولاية قلما واللي هو المسرح الروماني أكبر مسرح روماني في إفريقيا. دونك مرحبا بكم في ولاية قلما وفي المسرح الروماني إيه ليتس جو. شوفوا هادو هما بعض الاثار في الدخله. شوفوا هاد الباب الي ايمونس باسكو لي رومان كانوا معروفين بلي كانوا دي جيون دي جون تري تري غران ما كانتش لا طاي تاعهم كيما حنا. دونك شوفوا الباب واش كبير. وهذه الكتيبه اللي في الاثار سي لو لاتان اللغه اللاتينيه القديمه. الاطار كل مكتوبين باللغه تاع لي رومان باللاتين. شوفوا هاد العرس كيفاه مخدومين. شوفوا الاتقان مالغري ما كانوش عندهم لي مويان كيما حنا مي يعني الخدمه متقونه صح. شوفوا الحجار اللي بنوا بهم قدما كاين اللي قد هيك وكاين اللي كتر من.
هادوما لي ستاتيو الكبار هما الآلهة تاعهم تاعهم كاين بزاف كاين تاع الماء تاع السبور تاع كلش هادوما الاطار اللي نعطيكم فيهم دور كامل داخل الصوت تاعكم كي تهضروا يكون عالي كلي هزينا ميكرو تهضروا فيه وكي كان هذا مسرح كانوا يقدموا فيه عروض ومغنيين كانوا يقفوا هنا ويقدموا هذاك العرض للجمهور صو ميكرو صوت يسمعوه كامل المشاهدين في هذا المسرح شوفوا دركا هاني واقفه في لو سونتر ورايحه ندير لكم اون ديمونستراسيون دوك النشط زعما مرحبا بكم سيداتي سادتي في المسرح الروماني منعرف قدين تسمعوا فيه كما نسمع فيها نقاوي تقول هزا ميكرو صح بصح كي ندور في الجهة الاخرى نولي مشني مقابلة يعني لو سونتر مشني في لو سونتر كي قاعدة نهضر ما كنتش تسمعوا فيها كيما كي كنت دايرة من هي مرحبا بكم سيداتي سادتي في المسرح الروماني نورمالمون الجهة الاخرى اقوى واليوم جات معايا صاحبتي بسمة ها هيك بسمة رايحين نديرو لكم التجربة الثانية اللي رايحين تحيو فيها أكثر من الأولى هذه التجربة هي أني كي نوقف هنا في حافة المدرج ونهضر بصوت يعني قليل بيني بين روحي رايحة تسمعني بسمة من هي كل اللي قاعدين نهضرو بمخطاب يعني الصوت ينتقل من هنا للهي وكانوا يستعملوها اللي يجيو يقدموا العروض في هذا المسرح باه يتفاهموا مع بعضهم على وقت الدخول وقت يدخلوا يقدموا ولا بلا ما يسمحهم الجمهور بين بعضهم يعني رايح نجرب لكم هذه التجربه درك نحط لكم الميكرو تاع التليفون هنا وتسمعوا بسمه كي تجاوبني من هي بسمه كوكو اكيد سمعي فيا لا حتى هاني نسمع فيك صفا نتوانسو من نورمال دور كان عاود تجربه مع ماما ها هيك ونعتها الو ماما تسمعي فيا صفا وش قلتي؟ حتى انا نسمع فيك قوية خلاص نعرف لا كاميرا ان شاء الله تكون تسمع باي باي مرحبا بكم ولازم تجيو باه تعيشوا هاد ليكسبيريونس وهاد التجربة في الواقع هم هنا تاني كاين لي ستاتيو هادو نتاع الآلهة اللي قلت لكم عليهم
تشوف. وهذه لاكاب تاعو، شوفوا الاتقان ولي بلي. وهذا من لورا. شوفوا هاد العرس واش كبار، سي ايمونس، يعني خدمة متقونة صح صح. هادو ماتاني سي دي روين، وكل ديسان عندو المعنى تاعو، ومكتوبين حتى هم بالرماطة. شوفوا الإتقان تاع الرومانيين، لي بلي، لو درابي ولو فولون، كلش متقن وباين. Thank you.
الحضارة الرومانية والباقيين اللي كانوا هنا داووا من أن جاردان وحدهم داروا فيسيا من الأطار الرومانية راح إن شاء الله ندير لكم أمبلاد وحد أخر وندير لكم جولة في هذا الجاردان. فيه كازيرن كيما صورت لكم درك ونلقاو هاد القطار الرومانية. Thank you.
هذا الباب اللي خرج على سونتر فيل. هذا تاني مدخل رومان. ويعد من المعالم الأثرية المصنفة والمحمية في الجزائر. أقيمت فيه العديد من الحفلات الفنية والمهرجانات الوطنية للموسيقى، ووقف على منصته العديد من الفنانين العالميين منهم وديع الصافي وميادة الحناوي. وفي السنوات الأخيرة تم ترميمه من طرف السلطات المحلية. إن شاء الله نكون شوقتكم باش تزوروا مدينة قالما والمعالم الأثرية اللي فيها، وباش نقولكم بلي مازالوا كاينين معالم واحدة أخرى ما شفتوهمش، رايحين تشوفوهم إن شاء الله في الفلوق الجايين. وصلنا لقيت على الفيديو، إن شاء الله تكون عجبتكم لا تورني التوريستيك تاع اليوم. ما تنساوش ديروا لايك على الفيديو، تابوني على القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم أي فيديو جديد نزلوا على القناة. ترقبوا لي فيديو جايين. تشاو.